فضيلة الشيخ، يقول السائل: غسل اليدين إلى المرفقين من أين يبدأ؟ وما رأيكم في من دائما يغسل يديه من مفصل الكف إلى مفصل المرفق؟ هذا غلط. يغسل اليدين من الأصابع إلى المرافق، لأن اليدين يبدأ من الأصابع اليد إلى المرافق. وأما غسلهما في بداية الوضوء فذاك سنة وليس من الوضوء، هذاك مقدمة ليس هو من الوضوء. نعم.